كانت لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مداخلة هاتفية، حيث ظهر اليوم عبر برنامج الخط المباشر الذي يبث في إذاعة وتلفزيون الشارقة. تحدث خلالها سموه عن بعض المشروعات التنموية القائمة منها والمستقبلية، وتحديدا في الذيد والمنطقة الشرقية. جزيرة دبا الآن هذا نحن عملنا النموذج، صار في ملاحظات وسكنت الناس، يعني هذا المشروع الآن بيمشي. هاي الأرض كلها الآن بتزرع مباني وفي مرافق طبعا كثيرة، يعني في بعد مشروع مسجد كبير والإسكان والبلد بتتوسع إن شاء الله أكثر. يعني نحن نروح ناحية البحر شوية بزيادة ونبني، يعني ما يقولون الحين احنا بس حطينا في هاي الأرض وامتلت، لا بنمشي غير أماكن سوق الأسماك، هذه كلها بتتغير الآن، هذه كلها الآن خرائط أنا انتظرها الحين صار لي كم يوم ما وصلتني إلى اليوم، وهذه كلها يعني بتتغير الواجهة هنا اللي هي سوق السماء مثل هاي الأسواق مال الجبيل، هذا أصول تسوي. وهم كذلك الآن هذه المزارع هم اللي ينشؤون، مش هم ينشؤون، أنا أنشؤ وأسلم لهم. الآن نحن نزرع مزارع الخضار هذه إلى 8 هكتارات، نحن مزارعين هكتار واحد، الآن تنتقل إلى 8 هكتار. نفس الشيء الآن نحن بالنسبة للقمح، الآن نحن نستورد التقاوي، التقاوي يعني البذرة لزراعة أكبر كمية من القمح، الماء جاهز، التسوير ماشي، يعني كل شيء استعدادات يعني حق نوفمبر ديسمبر هناك الزراعة. وهذه السنة هي ليست سنة المنطقة الوسطى بصراحة، يعني هي روحها تقدمت، يعني مشروعات يعني كلها مشروعات قيمة، منتجات الألبان هذه مشروعات كبيرة، ما تقول هذه ما تكلف، هذه تكلف لكن بعد عايدها خير.